هذا صوت تايم اللاصيق وسنة 8:15 دقيقة. ما زلنا مواصلين معكم في البرايم تايم على راديو مات. تحية للناس اللي التحقت بينا في الاستماع كالعادة, تابعونا على الفريكونس بتاعنا, تابعونا زادة على الباش فيسبوك راديو مات تونيزي. صباح النور مواد من جديد. مرحبا يا أسامة. اليوم تحت قبة البرلمان جلسة منح الثقة قبل ساعة من الآن أو أكثر شوية. دونك حكومة المشيشي, هل ستمر الحكومة هذه ولا لا؟ ولكن باش نعرفوا أكثر التفاصيل نحكيو على من ناحية القانونية, من ناحية الزادة الدستورية. دونك معنا أستاذ القانون الدستوري الأستاذة منى كريم. صباح النور. صباح الخير, مرحبا بك وبكل مستمعي راديو مات. يعيشك, بارك الله فيك. دونك برشا حديث صارت مع الحكومة هذه ومواقف متعددة وتحويرات نجم تصير على جدل كبير. نهار طويل سياسيا اليوم أستاذة. طويل والجلسات هذوما متاع منح الثقة وجلسات الحوار مع الحكومة هي من أطول الجلسات, يعني تتواصل لمدة ساعات وحتى الساعة متأخرة من الليل, يعني مرهقة وشاقة وربي معاهم وكهو. لازم نفصل طويل سياسيا. نفصل طويل ياسر. كيفاش بتكون الإجراءات جلسة متاع منح الثقة؟ خلينا نحطوا العباد في الإطار متاع نهار اليوم. من حيث الإجراءات هي جلسة بسيطة, معناتها من حيث الإجراءات فماش تعقيد. الإجراءات يفصلها النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. تفتتح الجلسة من طرف رئيس المجلس اللي يقدم موضوع الجلسة باقتضاب, ثم يحيل الكلمة إلى السيد رئيس الحكومة المقترح حتى لين يقدم برنامجه وأعضاء حكومته حتى يقدم ديسكور في هذا, ثم تحال الكلمة إلى النواب حسب الوقت بطبيعة اللي حده مكتب المجلس. إذا كان قرر مكتب المجلس معدل 3 دقائق لكل تدخل, هنا الجلسة تجم تدوم حتى منتصف الليل, ما يلزمهاش تفوت منتصف الليل على كل حال. أما إذا كان قرر وقت أقل مثلا 4 ساعات أو 5 ساعات, يتم توزيع الكلمة اعتمادا على التوقيت هذا باش ما يتمش تجاوزه. بعد ما يتم النقاش تحال ترجع الكلمة مرة أخرى إلى السيد رئيس الحكومة للتفاعل مع كل ما ورد من النواب من ملاحظات ومن أقوال, وبعد يتم التصويت في نفس اليوم. إذا في نفس اليوم ذاك علاش قلت لك ما يلزمش تفوت نص الليل, على هو تصويت وحيد, يعني ماهوش كل عضو من أعضاء الحكومة عنده تصويت وحده على حدة, هو تصويت وحيد يتم فيه تصويت على البرنامج وعلى أعضاء الحكومة المقترحة, ويلزم الحصول على 109 أصوات على الأقل. هذا هو لتحديد النصاب بالطبيعة. تفضل معاذ. أستاذة صباح النور. خلنا نرجع عاد للخزعبلات الدستورية إذا كان صحت العبارة اللي صارت البارح, وشفنا أنه البارح تقريبا فما محاولة ولا فما نوع من التأثير على الأحزاب لعدم منح ثقة لحكومة المشيشي والإبقاء على حكومة الياس الفخفاخ. دستوريا أستاذة, لو كان توضح لنا الإمكانية هذه, فرضا أنه ما يتمش منح الثقة لحكومة المشيشي اليوم, ماذا ينتظرنا؟ أن تعطينا الفرضية لو تسمح. الفرضية هي موجودة في الدستور, يقول في الفصل 89 أنه بإمكاني رئيس الجمهورية حل البرلمان, يعني هذه الفرضية الوحيدة والممكنة اللي أعطاها الدستور لرئيس الجمهورية, فما حتى فرضية أخرى. حل البرلمان, لكن بطبيعة الحال حل البرلمان هذا ماهوش مقيد بوقت معين, يعني الدستور مفرضش على رئيس الجمهورية وقت معين للتدخل لحل البرلمان, يعني ينجم يحلوا مباشرة بعد الجلسة, يعني من غدوة ينجم يحلوا بعد شهر بعد أسبوع بعد سنة, ماهوش مقيد في حل البرلمان. في الأثناء حكومة السيد الياس الفخفاخ تواصل العمل المتاحة كحكومة تصريف أعمال إلى حين أن يقرر رئيس الجمهورية حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه 45 يوم وأقصاه 90 يوم. يعني هذه هي الفرضية الوحيدة المتاحة لرئيس الجمهورية في حالة عدم حصول حكومة. لكن الفرضية هذا أستاذة
الفرضيه هذه استاذ نجم نقولوا عندها تشعب اخر، هي اذا كان بتبيع، انت قلت انه ماهوش مربوط بوقت لاجراء لحل البرلمان واجراء انتخابات مبكره، معناتها الابقاء على الياس الفخفاخ وحكومته لهنا، معناتها ما فماش حل، حكومه مستقله تنجم معناتها تدوم حتى الاخر المندا، هل هذا مسموح به دستوريا على الاقل؟ لا، ما فما حتى إمكانية دستورية أنه حكومة أخرى خطر تواصل تصريف الأعمال حتى لنا حتى نهاية المدة يعني المندا، وإلا حتى حل البرلمان. فماش حتى فرضية أخرى ممكنة في الدستور، لأنه كل دستور ربط كل فرضية بحالة معينة. معناتها احنا تو سمحني أستاذ راني ما فهمتكش في النقطة هذه، خلينا نعاود لك السؤال. إذا كان لم تتم منح الثقة إلى حكومة المشيشي، معناتها لرئيس الجمهورية كما يقول الدستور حل البرلمان، أنت سيادتك قلت أنه ما فماش معناتها ديلي معين للرئيس الجمهورية باش يحل البرلمان، هاك ولا؟ أي ما فماش. معناتها إذا كان رئيس الجمهورية يرى أنه ما يحلش البرلمان، معناتها يبقى عليه حتى نهاية الموندا، هل حكومة الفخفاخ وقتها تنجم تكمل الأربع سنوات القادمة؟ حتى شيء ما يمنع، لكن دستوريا حتى شيء ما يمنع، على خاطر ما فما حتى أجل مفروض على رئيس الجمهورية. لكن هل تتحمل البلاد أنها معناتها تقعد أربع سنين بحكومة تصريف أعمال؟ معناتها شوف أنت النتائج اللي مش تتولد على الوضعية هذه على المستوى الدولي، نحكي على الاستثمارات، على المستوى الداخلي، على خاطر فاقدة للمشروعية متاحة الحكومة هذه متاع سيد ليث الفخفاخ. كيفاش انت البلاد مش تتقدم على الناحية الاقتصادية، من الناحية الاجتماعية، كيفاش تجم تقوم بإصلاحات كبرى، كيفاش المستثمرين في الخارج يكون عندهم فينا ثقة، إذا كان الحكومة هذه مش تتواصل أربع سنوات وهي فاقدة للمشروعية متاحة؟ هذا غير ممكن من الناحية العملية، حتى وإن كان الدستور صامتا عن المدة اللي رئيس الجمهورية ينجم يدخل خلالها. واضح. بيه فما إشكالية أخرى قانونية تهم حكومة المشيشي، اللي هي وزارة التجهيز ووزارة الثقافة. رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي يقول عبر عن عدم رغبته وتعفو، نحكيه هنا على وزير الثقافة وهذا باش نبدلوه. والإشكالية الأخرى متاع اللي شفناها في فيلم أحمد زكيك العام، وزير تشابه أسماء، معناتها قانونيا كيفاش باش تصير المسألة؟ به هو فما قائمة تبعثت للبرلمان، القائمة هذيك تبعثت في الأجال الدستورية، يعني في آخر دقيقة من أجل الشهر، يعني كل تغيير مش يطرأ، تغيير جوهري مش يطرأ على القائمة هذية، هو مش يعتبر خارج الأجال الدستورية، وبالتالي ما يفماش إمكانية للمس من القائمة هذه اللي تبعثت للبرلمان إلا لتصحيح خطأ مادي، مثلا غلطة وردت في لقب كما بالنسبة لوزير التجهيز. وقت يتم تصحيح الخطأ هذا بمراسلة، صنفتها غلطة في لقب السيدة، غلطة في اللقب يتم توجيه، وهذا اللي صار، تم توجيه مراسلة من رئاسة الجمهورية لتصحيح الخطأ، لأنه السيد هشام الشيشي وقتها ما عندوش صفة قانونية ودستورية باش يراسل البرلمان، إذا المراسلة ما تخرج كان من طرف من طرف رئاسة الجمهورية. لكن إذا تحصل على ثقة السيد هشام المشيشي، وقتها له الحرية في أن يجري التحوير الذي يراه مناسبا على التركيبة الحكومية متاعه. قبل الثقة ما ينجم يعمل حد، معناتها عادي نجم يمشي بقائمة منقوصة، هي تو ماهيش منقوصة القائمة، هي ماهيش منقوصة القائمة فيها الأسماء الكل، لكن إذا تحصل على الثقة معناتها نقصد منقوصة إذا كان القائمة مكتوبة، وإحنا اليوم مثلا نشوفه في التشكيلة الوزارية ما لقاوش مثلا وزير الثقافة حاضر، هو باش يكون حاضر في الـ نحكي على الفرضيات، اي نحكي على الفرضيات، حتى الفرضيه هذه ممكنه، لانه في الدستور نحكي على الدستور الثقه تمنح على برنامج ولا تمنح على اشخاص، يعني بامكانه ان يطلب الثقه على القائمه اللي مش يقدمها. لكن كما قلت لك بالنسبه لقبل
منح ثقة، لا يمكن إدخال أي تغيير على القائمة التي تم إرسالها إلا لتصحيح خطأ مادي، بعد ذلك التحوير يصبح ممكنا. واضح، شكرا لك أستاذ. شكرا لك، بارك الله فيك أستاذ منى كريم أستاذ القانون الدستوري على التفاصيل هذه الكل، ورينا معناتها يظل بديت لي ديتاي تتفهم شوية، لكن نهار طويل كما قلت هي من الأول. نهار طويل هذه حاجة منتظرة، ولو أنه إذا كان مش نمشيو بالحساب اللي عملناه البارح في الليل متاع 118 صوت المنح الثقة لحكومة المشيشي، حسابيا كل شيء واضح، لكن سياسيا هو اللي مش واضح حتى شيء. فهمت، يمكن أنا معناتها منح الثقة خاطر شفت موقف قلب تونس، منحت الثقة باش ما تكملش حكومة الفخفاخ، وتقريبا حركة النهضة باش تمنح الثقة نفس الشيء باش ما توصلش حكومة الفخفاخ. ولهنا تقريبا كما قلت قبيلة قيس سعيد رئيس الجمهورية لز الأحزاب الخطأ، لز عرف كيفاش يفاوض، فاوضهم بطريقة عكسية معناتها باش يهزهم، لزهم للخطأ، الخطأ اللي بين ظفرين هو منح الثقة لحكومة المشيشي. مش نحكي على حكومة المشيشي كهي معناتها نقطة الضعف، لكن المسار اللي باش يكون من بعد السياسي فيه حكومة المشيشي باش تكون هي العنصر الأضعف، عندها من جهة رئيس جمهورية تقريبا عنده بصمات وعنده يديه حاطط نجم نقوله محكم قبضة يده على الحكومة، وعنده برلمان باش يكبلوا باش يحطوا العصا في العجله، وهو باش يطلق يقعد كما نقولوا يقولوه المثل بين المطرقه والسندان، بين القصر في كارتاج وبين باردو. معناتها لهنا حكومه المشيشي باش تكون عندها مركاج تاريخي في العمل نتاعها، مركاج على مستوى وزاره الداخليه، مركاج على مستوى تسيير القوانين، ومركاج اخر من مواقف رئيس الجمهوريه اللي عنده قبضه من حديد. كي تعرف أنت رئيس الجمهورية لهنا وزير الداخلية تابعه، وهذا مسألة واضحة، وبطبيعة دستوريا وزارة الخارجية ترجع له ووزارة الدفاع ترجع له. لهنا معناتها المشيشي تقريبا معناتها تقريبا مش يكون في موقع لا يحسد عليه، وربي مع الناس الكل، ونتمنى احنا انه كل مسائل هذه بعد العرك هذا ان شاء الله نلقاو نقطة انفراج الى البلاد بتاعنا، ولانه الحقيقة تقول ان احنا مش ندخلوا في أزمة وفي مأزق اخر. اكيد باش نحكيوا عليها في تبع دونك في برنامجها في البلاتين، نتبعوا لحظة بلحظة الكواليس، ولا وقت باش تبدا زاد الجلسة اللي من المقارنة تبدأ 9 متاع الصباح، دونك نحكيوا عليها تبعا. دونك شوية آخر زادة باش نكملوا نحكيوا معاكم، أو نحكيوا زادة على أبليكاسيون قام بها شاب تونسي لتشجيع للسياحة، دونك هذا نحكيوا عليه شوية آخر وراجعين معاكم. خليكم مع صوت عاصي الحلاني مالي صبر وراجعين.